يعني ايه الاهلي فوق الجميع؟ امتى ظهر الشعار ده ومين اول واحد نفذه حتى من غير ما يقول؟ ده اللي هنعرفه في حكاية النهاردة. في نوفمبر 1992 كان في انتخابات لاختيار مجلس ادارة النادي الاهلي، وكان مرشح لمنصب الرئيس وقتها الاسطورة صالح سليم. صالح سليم ما كانش مجرد مرشح او رئيس بيعاد انتخابه، لكن من وقت ما كان لاعب كان ملهم ومؤثر جدا لكل اللي حواليه، لدرجة ان بعضهم سموا نفسهم الصلحوية. انا مش اهلاوي، انا صلحاوي، بعتبره احسن لعيب ظهر في مصر من 20 سنة بدون اي شك. انا اهلاوي 100%، اسمي الحقيقي صلحاوي. صلحاوي، الناس يقولولي انت صلحاوي. تخيل لما نجوم كبار زي دول بيقولوا على نفسهم كده، امال اعضاء النادي وجمهوره شايفين الاسطورة صالح سليم ازاي؟ كابتن صالح سليم لما شاف الكلام ده وقت الانتخابات مسكتش، طلع وقال الأهلي فوق الجميع، عشان يوضح للكل إن الانتماء يكون للنادي مش لشخص بعينه، حتى لو الشخص ده كابتن صالح سليم نفسه. وده ما كانش موقف فردي الكابتن صالح سليم لوحده، لكن قائمته اللي كانت مكونة من 17 فرد نزلوا الانتخابات وهم عارفين إن مش هينجح منهم غير 10 بس. محدش كان عنده أي مشكلة مين هيكسب ومين هيخسر، في الآخر الكل بيتنافس لمصلحة النادي، وساعتها اترفع شعار الأهلي فوق الجميع لأول مرة في انتخابات النادي. فالشعار ده مش مقصود بيه أي معنى عنصري زي ما البعض بيقول، لكن هدفه كان واضح، الأهلي فوق جميع أبنائه، مش أكتر من كده. واحد هيقولي يعني ده مجرد شعار انتخابي وخلاص؟ هقوله طبعاً لأ، ده حقيقة وواقع من أول يوم للأهلي، لأن لو رجعنا بالزمن هنلاقي أن صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي عمر لطفي بك، اللي تنازل عن شرف أنه يكون أول رئيس للنادي الأهلي لصالح الإنجليزي ميتشل أنس، وده عشان يسهل إجراءات تأسيس النادي. فبكده شعار الأهلي فوق الجميع قبل ما يكون شعار انتخابي في 1992 كان حقيقة وواقع في 1907. بس كده، دي كانت حكايتنا النهاردة، واشوفكم الحلقة الجاية في حكايات أهلوية.